لأن مشاهدينا نفتح النقاش وينضم إلي عبر الهاتف نبيل كحلوش، باحث في دراسات الاستراتيجية والأمنية. أهلا بك سيد نبيل، شكرا على تلبية الدعوة. السلام عليكم، شكرا أستاذة هند على الاستضافة، مرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام. وعليكم السلام. إذن سيد نبيل، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي دامت 7 أيام، بما أنكم باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، كيف يبدو المشهد العسكري الآن بعد الهدنة؟ ممتاز. استراتيجية الكيان الصهيوني من البداية كانت محاولة تسطيح الأرض وتدميرها بشكل أكبر حتى تسهل الأمر لعمليتها البرية، فلذلك استخدمت القصف العشوائي، القصف الجوي العشوائي والمكثف. ولكن في نهاية المطاف وصلنا إلى نتيجة واحدة، ألا وهي أن هذا القصف المكثف من الجو كانت نتائجه عكسية بالنسبة للكيان الصهيوني. فأولا لم تقم بتحرير الرهائن، بل قامت بالتسبب بمقتل رهائن إسرائيليين أو محتجزين إسرائيليين في حد ذاتهم. النقطة الثانية أنها لم تحقق أهدافها العسكرية، فكل الأهداف الصهيوني كان متمثلا في تدمير حركة حماس، القضاء على الصفة السياسية لحماس، وكذلك تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة. هذه الثلاث أهداف على الأقل، كلها في ثلاث، لم يتم تحقيق ولو نسبة مئوية ضئيلة منها. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن هذه العملية العسكرية باتت وكأنها بدون أهداف. فلهذا نجد حتى موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان داعم للكيان الصهيوني بباخرتين عسكريتين حاملتي الطائرات وغواصة نووية، بالإضافة إلى ملايير الدولارات كمساعدة مالية وأطنان من الذخائر كمساعدة عسكرية، رغم أنها حليف لذلك، إلا أنها لم تتحمس لا لعودة القتال ولا لهذه العملية. بالإضافة إلى ذلك أن البارحة تم إعلان عن خطة مفصلة ذات 3 مستويات المتمثلة في محاولة اقتطاع أجزاء جغرافية من غزة، بمعنى أن قطاع غزة ستكون فيه نقطة عازلة أو مساحة عازلة وتصبح مساحتها أقل فأقل مساحة غزة. فلذلك الولايات المتحدة عارضت مثل هذا الطرح، بمعنى أن الكيان الصهيوني حاليا دخل في مرحلة من اليأس من تحرير محتجزيه بالقوة العسكرية، ووصل إلى مرحلة من التفكك السياسي الداخلي، مما أدى به كذلك إلى دخوله في صدام حتى مع حلفائه على المستوى الدولي، الأمر الذي جعله إذن يقود عملية عسكرية أشبه بالمتهورة والانتحارية. فهذا هو السبب وهذا هو التفسير الوحيد لما يقوم به الكيان الصهيوني من قصف وكذلك عمليات عسكرية مختلفة، ولكن بدون تحقيق أي هدف. بالإضافة أيضا إلى أن هناك خبرا يعني جديدا مفاده أن وفدا من الموساد الإسرائيلي قد وصل إلى الدوحة بقطر من أجل التباحث حول استئناف الهدنة، وكأن العملية التي استأنفها الكيان الصهيوني أدت إلى نتائج عكسية على المستوى البري، وبالأخص أن القوة الرئيسية لحركة حماس من جيش القسام لم تدخل بعد، وهي مقدرة بعشرات الآلاف. فلذلك أرى بأنه قد تكبد خسائر البارحة، ربما لم يعلن عنها، ولكن هي التي سوف تضطره لاحقا إلى العودة إلى الهدنة من جديد. تكلمت عن الانقسام السياسي داخل الكيان الصهيوني. النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت أن مداولات محاكمة نتنياهو ستستأنف الأسبوع المقبل، ووقف إطلاق النار يعني حل حكومة الكيان الصهيوني ومحاسبة نتنياهو. هل يعني إطالة أمد الحرب ولو كانت موسومة بالفشل سببها هذا؟ بالضبط. نتنياهو تحاول مقابلة الشعب الصهيوني بورقة رابحة، ألا وهي ورقة تدمير حماس، ورغم أنها هدف بعيد بعيد المدى بكل صراحة، ولكنه تهور. فكأنه يقول حتى إذا قاموا بمحاسبتي فعلى الأقل يكون لي إنجاز سياسي، فهو يريد تحقيق إنجاز سياسي معين لكي يبتز به خصوصا. حماس استعاد قطاع غزة، أنه استطاع القضاء على محور الشر كما يسمونه في الشرق الأوسط وغير ذلك، ولكن هذا الهدف البعيد المدى جدا أدى به إلى تكبد خسائر،
خسائر اقتصادية، فعلى سبيل المثال تكلفة الحرب تفوق الـ50 مليار دولار، وأصبحت تمثل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الصهيوني. هناك خسائر مالية يوميا بسبب النزوح الداخلي للمستوطنين الذين تركوا تقريبا 30 مستوطنة ونزحوا داخليا. هناك مئات الآلاف الذين هاجروا من الكيان الصهيوني في هجرة صحيح عكسية. سيد نبيل كحلوش. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا أنها مع وقف إطلاق النار في غزة حتى تسليم جميع الأسرى، لكنها رفضت وقف إطلاق النار الدائم. لماذا برأيكم؟ لأن هناك فرقا قانونيا بين الهدنة وبين وقف إطلاق النار الدائم. وقف إطلاق النار الدائم سيس فاير هو عبارة عن اتفاق مكتوب بين طرفي الصراع يعمل على تحديد العمليات العسكرية الممنوعة والمسموحة. ومن الترتبات التي تترتب عليه هو أولا اعتراف بشرعية سياسية للطرفين بعضهما ببعض، ثانيا أنه يكون ملزما وبالأخص تحت أنظار مجلس الأمن الدولي، وثالثا يكون برعاية المنظومة الدولية ككل. وهذا لا يريده الكيان الصهيوني. أولا هو أصلا يريد القضاء على حركة حماس، فكيف إذن يفاوضها في طاولة واحدة ويعترف بشرعيتها؟ ثانيا هو لا يريد أن تستمر حركة حماس بإدارة قطاع غزة، حيث أنه منذ تشريعية 2006 وهي السلطة السياسية هناك، فهو يريد القضاء على السلطة السياسية هذه، فكيف إذن يمنحها شرعية إضافية إذا اتفق معها اتفاقا مكتوبا؟ بالإضافة أيضا إلى نقطة ثالثة، هو لا يريد الالتزامات وبالأخص المكتوبة منها، فمثلا الكثير من الاتفاقيات لم يدخل فيها وغير ذلك. فلذلك لا يريد الالتزام بوقف إطلاق النار لأنه سيلزمه بتحديد عملياته العسكرية، بينما هو لا يريد أن يحجم من عملياته العسكرية لأنه ببساطة مشروع استيطاني توسعي حتى على المستوى الإقليمي وليس فقط على المستوى المحلي ما بين فلسطين الضفة الغربية وغزة. إذن فكل هذه الأسباب تجعله لا يريد وقف إطلاق النار، في حين أن الهدنة لا تكون اتفاقا ملزما على كل حال بشكل كبير مثل اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أنها تكون برعاية مصالح إنسانية بالدرجة الأولى وليست سياسية. فلذلك لا أعتقد بأنه سيخضع إلى وقف إطلاق النار إلا إذا تكبد المزيد من الخسائر سواء على المستوى البشري أو على المستوى المادي أيضا، سواء الاقتصادي أو العسكري. بينما نشاهد حاليا مباحثات في الدوحة كما قلت آنفا ما بين وفد الموساد وحركة حماس، أعتقد بأنه بينما نشاهد هذا فإنه يورط نفسه أكثر فأكثر في عمليته العشوائية والغبية داخل قطاع غزة. هذا الأمر سوف يضعف من موقفه التفاوضي الذي يجعله، وأعتقد ذلك، أن يعود إلى الهدنة بعد مدة قليلة. لا أعتقد أنها تكون بعد 48 يوم مثل المرة الأولى، ولكن بعد مدة قليلة ربما بعد بضعة أيام أو على الأكثر ربما أسبوع أو أكثر بقليل سوف يعود إلى هذه الهدنة، وتصبح هناك مفاوضات سياسية أكثر جدية وأكثر عمقا وثقلا. فلذلك الكيان الصهيوني حاليا يشك في نفسه، فلا هو استطاع القضاء على حركة حماس ولا صحيح. أي شيء. هو طيب إذن كيان سيد نبيل شكرا جزيلا لك. نبيل كحلوش باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.